الحياة وعينها أن تكون هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم، أنا سابقكم هناك، ستلحقون بي، الموعد هناك على الحوض. والله ما لنا هدف في الحياة إلا ذلك الهدف، ما عندنا غاية، لأننا نعلم أننا جميعاً سنغادر هذه الدنيا، لكن بأيدي فارغة لا تحمل مالاً ولا جاهاً ولا منصباً ولا متاعاً من الدنيا رخيص، سترحل من الدنيا وليس معنا شيء منها إلا ما نحاسب عليه، إما إلى جنة أبداً وإما إلى غير ذلك. لذلك العين على الجنة، نحن نشتغل ونبيع ونشتري ونتزوج وندرس ونسافر، ولكن العين على الجنة، العين أن نلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما ترى أن عملاً يوصلك إلى ذلك المقام تفرح به وتستعد وتبقى. وأنا أقول لك: ألم يجعل ربنا تبارك وتعالى في رمضان تحقيق لهذه الأمنية؟ كنت أروي بالأمس قصة عن صحابي جليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صب على يد النبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي يصب على يديه، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه فقال له: تمنى علي يا فلان، تمنى علي. وعلم الصحابي أن هناك دعوة مستجابة، أن هناك دعوة مستجابة، فقال: حتى أنظر يا رسول الله. لم يرد أن يستعجل، لم يرد أن يستعجل. هناك أناس يستعجلون فيخسرون، كما حصل بالأعرابي عندما خطب أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان ابنته لولده، فسألوا الأعرابي: كم تريد مهرها؟ فقال: 1000. قال له الناس: ويلك، يخطبها ابن أمير المؤمنين وتطلب مهرها 1000؟ قال: وهل هناك أكبر من 1000؟ بعض الناس يظنون، يعني يطلبون طلباً ويظنون أنه هو الأكبر، والمتأني يصل إلى مبتغاه. قال: تمنى علي يا فلان. قال: حتى أنظر يا رسول الله. ثم ذهب ورجع، قال: ها؟ قال: تمنى علي يا فلان. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الفردوس الأعلى. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، هذا الطلب، ولا نريد شيئا سواه. فيقول له النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لو أنت تملك دعوة مستجابة أتفوتها هكذا؟ لا. طب أنت الآن تملك كل القوة العقلية والذهنية والفكرية والخبرات العملية والخبرات العلمية والخبرات الثقافية، كل ما تتملكه من الخبرات معك وأنت تقرر، ماذا تريد؟ قال: أريد الجنة، أريد عتق رقبتي من النار وأن أكون من الجنة. اسمع إلى ما أعده ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين في رمضان. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضاً: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضاً: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضاً: فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن
العتق من النار، إن لله في كل يوم من أيام شهر رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار، في كل يوم له عتقاء من النار. فإذا كان اليوم الأخير من رمضان أعتق فيه من النار بمجموع ما أعتقه في أيام رمضان، أعتق في آخر يوم بمجموع ما أعتقه في رمضان. إذن في رمضان يوجد عتق من النار. ما المطلوب اليوم؟ المطلوب أن تحافظ على ما يوصلك إلى هذا المقام، المطلوب أن تحسن علاقتك مع الله، المطلوب أن تحسن علاقتك مع هذه المعاني التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها الصحابة من بعده، والتابعون من بعدهم، وأتباع التابعين من بعد التابعين، هكذا حين كانوا يلزمون قلوبهم أدب العلاقة مع الله، أدب العلاقة مع الله. الصائم يصوم عن الطعام والشراب، ثم يصوم عن مفسدات الأخلاق، ثم يصوم عن الحرام، ثم يصوم عن الهجر، ثم يصوم عن الظلم، ثم يصوم عن كل ما يباعده من هذا الخير الذي أعده ربنا للمؤمنين. فالصائم لا يكذب، والصائم لا يغدر، والصائم لا يغش، والصائم لا يخون، والصائم لا يظلم، والصائم لا يبطش، والصائم لا ينظر الحرام، والصائم لا يقول الحرام، والصائم لا يفعل الحرام. عندما تتأدب الجوارح مع الله وتصوم عن كل ما يسوء فهذا هو الصيام. وحبيبكم صلوات ربي وسلاماته عليه يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين أن المغتاب لن يدخل في هذه الدائرة، وأن العياب لن يدخل في هذه الدائرة. ناس تصوم عن الطعام والشراب، هذا أبسط شيء في الحياة، لكن نريد جوارح تصوم مع حال رقابة، حال رقابة مع الله. هذا ليس أمرا صعبا أيها السادة. يظن الناس أن التقوى شيء كبير، شيء خطير، نعم هي كذلك، لكن في أثرها وليس في ممارستها. التقوى شيء عظيم، هي رأس الأمر كله، وهي ثمرة الصيام، لما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني من أجل أن تتقوا، من أجل أن تصبحوا متقين، لأن الصوم عبادة ينبغي أن تثمر أخلاقها في نفوس الصائمين. لو أن صائماً صام عن الطعام والشراب لكن يأكل الحرام ويفعل الحرام، وناس يصومون لكن ما يفتر لسانهم عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، وهم أبعد ما يكون عن تحصيل هذا المقام. إذن أيها السادة، العطاء الإلهي يكمن في تكامل مفاهيم الصيام، في صوم البطن والفرج والجوارح، في صوم القلب والعقل عن الدنايا والرزايا وعن المساوئ، حتى يكتمل نظام الأخلاق في الإيمان. وأنا قلت وأؤكد بأن التقوى عظيمة في شأنها، خطيرة في مقامها. قال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. لكنها ليست صعبة في الممارسة. كيف يمكن أن تصبح تقياً؟ ببساطة
أن تراقب أن الله معك ويراك. لو أن إنسانا حبيبا، لو الدكتور حفظه الله وجزاه الله خيرا، يكون معنا ونحن نبيع ونشتري، هل نغش؟ هل نفعل حراما؟ لو أن إنسانا نحبه وهو ذو مكانة علمية إيمانية اجتماعية وهو يرانا لا نفعل، ما ننظر إلى الحرام، ما نفعل أفعال تنزل برتبتنا في عينه. طب إذا كنت تعرف أن الذي يراك هو الله، الله هو الذي يراك، فهل يمكن أن تسمح لنفسك وأنت تأدبت وتربيت في مدرسة القرآن وأنت تسمع قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هو معكم في متاجركم، مصانعكم، مؤسساتكم، في غرفكم، في ورشاتكم، في سياراتكم، في منازلكم، في حدائقكم، وهو معكم أينما كنتم. معنى آخر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن أنا لن أحيك مؤامرة وأظن أني ما يراني أحد، لن يكون هناك إنسان غبي يغلق ستور النوافذ ويغلق الأبواب ويظن أن أحداً لا يراه، لأن المولى يراك ويعلم سرك ونجواك، وهو الذي خبرنا في القرآن مش يعلم السر فقط، بل يعلم السر وأخفى من السر. هل هناك أخفى من السر؟ قال عندما تهم بفعل السوء سرا يعلمه قبل أن تفعله. فوين أنت رايح؟ إذن قضية رقابة. إذن الرقابة هي التي تجعل من أهلها أناس أتقياء، لأن الذي يعلم أن الله يراه يتأدب مع الله فلا يفعل ما يمكن أن يعاتب به من الله تبارك وتعالى، فيكون قد وصل إلى هذه الحقيقة، إلى رتبة الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها السادة، رمضان شهر عبودية لله تبارك وتعالى، وشهر أخلاق وإحسان إلى الخلق بتعاملنا معهم، وهو شهر الجد والعمل والدأب. مع الأسف بعض المسلمين في بعض بلادهم، صحيح أنهم يتفاعلون مع شهر الصوم، صحيح أنهم ينشغلون بهذا الخير الذي أكرمنا به ربي تبارك وتعالى، لكنهم إنما يجعلون من هذا الذي انشغلوا به تبريراً لتقاعسهم عن العمل، تبريراً لخلودهم إلى الأرض، وكأن رمضان هو شهر إجازة. ونحن نقول لا، وأنا أؤكد خصوصاً الذين يشتغلون في الخدمة العامة، الموظفون والذين تتعلق بهم أداء خدمات الناس، هؤلاء لا يصح باسم الإيمان وباسم الصيام وباسم رمضان أن يتركوا خدمة الناس. لماذا؟ لأن رمضان هو شهر جد وعمل. وتعرفون أيها السادة أن الصحابة ما برروا في رمضان تقاعسهم عن أداء ما افترضه عليهم من نشر دعوة الحق والإيمان. في رمضان كانت أعظم المنجزات في تاريخ الأمة، في رمضان حقق المسلمون ما لم يستطيعوا أن يحققوه في
شهر آخر أو في موسم آخر أو في ظرف آخر. في رمضان كان النصر في غزوة بدر التي توافق هذا اليوم السابع عشر من رمضان، أعرج عليها قليلاً ولو بكلمات. وفي رمضان كان فتح مكة في العشرين من رمضان. وفي رمضان أيها السادة كانت معركة حطين التي نصر الله المسلمين على الصليبيين. وفي رمضان كانت عين جالوت في السادس والعشرين من رمضان، حيث نصر الله المسلمين على أكبر قوة ضاربة في الأرض على المغول والتتار. وفي رمضان كانت معركة بواتيه، وفي رمضان فتحت الأندلس، وفي رمضان كانت القادسية التي فتح الله عز وجل بها بلاد فارس. وما قالت الصحابة: نحن صائمون يا رسول الله، كيف نقاتل؟ كيف نقاتل ونحن صائمون؟ كيف نشتغل ونحن صائمون؟ هذه ليست حجة، صيامك بينك وبين ربك، وعملك ينبغي أن تقوم به، لأن الدنيا لا تتوقف. كان واحدهم يمسك تمراته بيساره، تمرات هذا كل متاع الدنيا يحمله في قبضة يده اليسرى، ويحمل سيفه باليمنى، ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول: الجنة يا رسول الله؟ الجنة؟ يقول: نعم. يقول: بخ بخ. يقول: ما حملك على أن تقول ذلك؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فإذا به ينظر إلى ثمراته هكذا ويقول: إنه لدهر طويل إذا أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. ألقى تمراته ثم انخرط يقاتل حتى قتل. في رمضان، هذا ليس تمرا أليس كذلك؟ وإلا ما كنت ألقيته. إذن في رمضان همم رجال. وأنا أستذكر معكم فيما بقي من خمس دقائق أيها السادة مشهد من بدر العظيمة، بدر التي تقول بأن الله لا يتخلى عن الأمة، وأنه معها، وأنه سوف يربط على قلبها. وبدر تعني أن القلب الموصول بالله قد تأتيه الأزمات، لكن الله لا يتركه وحيدا. نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفتح يديه ويناجي ربه، يقول: اللهم إنك وعدتني إحدى الحسنيين، إما العير وإما النفير، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم اللهم، حتى سقط رداؤه من على كتفيه. والصديق يقول: كفى مناشدة لربك يا رسول الله، إن الله منجز ما وعدك. المؤمنون يثقون بوعد الله. نحن الأمة المرحومة أيها السادة، نحن الأمة المكرمة، وقد نعاني في الحياة، لكننا على أمل من الله أن الله سوف يفرج عن المؤمنين وعن المسلمين، وسوف يعطيهم أفضل ما أعطى أحداً من العالمين، عندما تكون قلوبهم وعقولهم وسلوكهم موافق لحقائق الإيمان. ومشهد لا بد إلا أن نعرج عليه، والمشاهد كثيرة في بدر. مشهد يقول لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، لأن الدين دين عقل، دين نظام، ليس دين فوضى ولا دين همجية. إنما وهؤلاء القلة 300 رجل، لكن رسول الله ما استصغرهم وما ترك الأمر، وإنما يخطط ويدبر وينظم ويرتب. وهذا شأن المؤمن، كل عمل في الحياة
لا تعطيه من اهتمامك وتنظيمك وتدقيقك وترتيبك وتأهيلك لن يكون ناجحاً. نتعلم الدرس منك يا سيد الرسل، منك يا رسول الله. ينظم الجيش، استوي يا فلان، استوي يا فلان، استوي يا سواد، ويطعنه في بطنه بقضيب صغير. وتعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جبل على اللطف، يعني ما كان ليكون جبارا ولا عنيفا ولا غليظا، طعنه هكذا. فقال سواد بن غزية: آه يا رسول الله، لقد آلمتني. أنا قلت أقول لإخوانكم في الجامعة: ما سمعت صحابيا يقول غير الحقيقة إلا عند هذا الرجل. ليست حقيقة. أنت هل تصدق أن الصحابي الذي كان يصاب في المعركة ببضع وثمانين طعن بسيف لا يقول آه إذا أصابه قضيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه؟ لكن هناك غرض. قال: آه يا رسول الله، آلمتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق. اسمع اسمع بالله عليك تسمع، وقد بعثك الله بالحق، وأريد أن أقتص لنفسي. المشهد أنت تظنه طبيعي لأنك تحفظه، لكنه ليس طبيعياً. من في الدنيا اليوم يستطيع الرتبة الصغيرة أن يقول لأعظم رتبة في الأمة، أعظم رتبة، أريد أن أضربك؟ هل يستطيع اليوم الجندي أن يقول للضابط أريد أن أضربك وين ما كان، حتى في مكة المكرمة؟ هل يستطيع؟ ما يستطيع. لكن الصحابي قال: إن الله بعثك بالحق، وإنك قد آلمتني، وأريد أن أقتص لنفسي. يقول رسول الله، حبيب الله، معلم الأخلاق، معلم المثل، معلم الدنيا، هذا الدين ليس دين تنظير، ليس دين كلمات وكتب، وإنما فضائله تمارس على الأرض من الصغير والكبير والمرأة والعظيم. كل الناس أمام قيم الإسلام سواء. دين لا يعتني بالكلام ويترك الفعال. يعلم التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين أصله من السماء وفرعه في الأرض، والأرض موصولة بالسماء بقيم الحق. لذلك قال بكل بساطة: هاك جسدي يا سواد، اقتص لنفسك. لكن سواد يتمادى، يذهب بعيدا في الطلب. قال: يا رسول الله، قد ضربتني وأنا عاري البطن، أريد أن أضربك وأنت عاري البطن. والتاريخ ينظر، لو أنت تذكر القصة أمام الغربيين اليوم لكانوا حبست أنفاسهم. ما الذي سيجري؟ كيف سيأمر بقطع رأسه؟ كيف؟ لكن رسول الله يدهش الإنسانية، كل الإنسانية، بالبداهة، بالفطرة الإنسانية، عندما قال: وقد رفع ثوبه وأبدى بطنه، هاك جسدي يا سواد، اقتص لنفسك. وينظر سواد بن غزية إلى البطن الشريف، يضمه، يمرغ الوجع على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: روحي لك الفدا يا رسول الله، أنا أضربك، روحي لك الفدا يا رسول الله. ويقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، والحبيب يقول له: الآن يا سواد، معركة وجيش وخطر، الآن التقبيل؟ فقال له: يا رسول الله، ذكرت أمر المعركة
وذكرت أنها قد تكون آخر عهدي من الدنيا، فأردت أن يكون آخر عهدي بها أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. لكن سواد وهو يقوم بمشهد الحب ما كان يظن أنه يرسم أكبر قاعدة في العدل في الأرض، قاعدة العدل. أتدرون لماذا نصر الله المسلمين في بدر؟ لأن العدل كان مقاما. ولماذا خذلوا؟ أستغفر الله من هذه القولة. لماذا انهزموا يوم أحد وفيهم رسول الله؟ لأنهم خالفوا أمر الله. نفهم أن إقامة العدل في الأرض هو سر النجاح وسر التوفيق وسر الإكرام وسر الإنعام وسر التأييد من الله. والعدل لا يقولن الآن قائل بأنه مطلوب، هذا من هذا العدل مطلوب في كل مكان، مطلوب منك في بيتك أن تعدل حتى تنجح الأسرة. ولما جاء النعمان بن بشير مع والده وقد أعطاه عطية كما في البخاري، قال: اذهب فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، على ظلم. العدل في الأسرة والعدل في المدرسة. المعلم ينبغي أن يعدل بين الطلاب ولا يحاسبهم على أساس الانتماءات وعلى أساس المحسوبيات وعلى أحساب القرابات، وإنما العدل. والعدل في الشركة والعدل في المؤسسة والعدل في المصنع والعدل في الجامعة والعدل في السكنة والعدل في كل مكان. عندما يقام العدل في بيوتنا في مصانعنا تنهض الأمة ويعيننا الله تبارك وتعالى. وإن كان هناك جور ميل إجحاف وهكذا فكيف يظلم؟ فكيف يعني يعاني الظالم؟ وكيف يمكن أن تنهض الأمة وهي تفعل هذا؟ أيها السادة، تعلمنا مشهد الحب، لكننا تعلمنا من أجل أن ننجح في حياتنا أن نكون ناصبين للواء العدل في الأرض. وأنا أقول لكم آخر كلمة: لا تظلموا أحداً، افعل ما شئت لكن لا تظلم أحداً، لأنك إن ظلمت سوف تقف أمام الله والله خصمك يوم القيامة، الله خصمك. لذلك يقول لنا المولى تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عندما تبرأ من ظلم العباد فأنا أقول لك المسألة مع الله مبنية على المسامحة، مبنية على الخير. أيها السادة، أظن أنني قد تجاوزت الحد بكثير، أستميحكم عذرا. القلب لا يطاوع إلا أن نلمح من بدر معالمها، وكلها معالم وكلها دروس، مدرسة في السلوك الإنساني والأخلاق والإيماني، لأنها تنتج مع الإيمان بالرغم من الإمكانات الصغيرة قوة فاعلة تحقق بها المعجزات. نحتاج إلى هذا المنشهد أو هذا المنهج. القوة مهما كانت صغيرة إن كانت في المنهج الصحيح تفعل المعجزات. اللهم وفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا عندك من المقبولين، وخصنا بمزيد عطفك ولطفك يا رب العالمين. واجز عنا من كان سببا في هذا الخير وسعى فيه بلا يوم الدين. اللهم وفرج عن الشام وأهل الشام، وفرج عن فلسطين وأهل فلسطين، وفرج عن غزة وأهل غزة، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.